FM. الكلمة ليك. معنا ممثل تونسي بالتليفون. ممثل زاد يحق في نجاحات كبيرة, يحق في دي كومبلي ويخدم برشا قدام جيشي فرمي. لطفي العبدلي, أهلا وسهلا بك. أهلا بلطفي. أهلا وسهلا. نسمع في الأستاذ جعفر بحذي. إزايك أستاذ لطفي؟ أستاذ جعفر خويا زيك جعفر خويا. وينك لطفي؟ شنو وينك لطفي؟ والله صفا عني في ثنية في بالي باش نخلط عليكم ومبوتياج كبير. هيا الراحة الراحة, أنا مقعدين محلقين. لا ما أنا نخلط مخر بها اللي نخلط عليكم بتيتا نعطيكم رغطة سلم عليكم بوزا ما نخلطش على اللي نشي. ولا لطفي العبدلي اليوم مش المرة الأولى قدام شبابيك مغلقة في مهرجانات التونسية, خاصة في مهرجان في مسرح اسمه الحمامات اللي تعودت به أنت لطفي. أي الحمد لله, يعني من اللي بدينا في ميدان تونسيا دو 7 سنين خاصة الحمامات معناها ديما شبابيك مغلقة وديما نقولوا إحنا باش نعاودوا حفلة بعد ولا أنا طلبوا مني اليوم نعاود يسواغي معناها نعمل دو سبيكتاكل. قلت لهم شيء هذا ما نحبوش نعمل سبيكتاكل شيء خالي, تحبوا نعمل لكم دات اخرى. قال لي باش نعملوا لو 31 دات جو كوا سي لونسي لو 31 معناها هذا في الفستيفال دو غير اللي بدا من البارح. معناها جعفر رجع عندك عرض انت؟ انا عرضي لو 30 انت لو 31 انت عرضك نظيف راهو يا انا تعرف ماشي بالعرض انا بابا انا كيف ما عنديش العرض ما قعد لي شيء لطفي شيء بالعرض اموري أمورك باهية لطفي, أمورك باهية, ربي يبارك لك واخدم على روحك صاحبي. أنت مجتهد مش من أول نهار هذا, أنت تعرف رأيي فيك بكل صراحة, مجتهد وتخدم مش بالسهل. إنسان يعمل بنزرتك كيكة يعمل كارتاجة كيكة سخته كارتاج كارتاج اللي هو نجاح كبير بصراحة. اسمعني, ثم معطيات أخرى, ثم معطيات أخرى, معناتها محبة الناس رأي ما هيش سهلة. يعبي مرة ممكن واحد قال سيم الصنهاجي مرة قال ممكن زهرت لك جعفر يحكي معايا, قال لي ممكن زهرت لك. أما المرة الثانية نزيد نقول زهر, المرة الثالثة إثبات, فهمتني؟ دونك ربي يعينك لطفي وإن شاء الله ربي يجيبك في السواب. مهنتنا زي يلزمنا كيف كفاية إننا نحكيو على الزهر وعلى غاي برشا خاطر الناس تقول والناس كي ما تعرفش المهنة يحكيو على مهنتنا كيما يحبوا هما. عندنا مهنة ما عندناش زهر. صحيح, خدمة خدمة. عندنا ممثل ساعة يبدا موهوب ولا وبعد صحيح. الممثل هذاك مهما كان التيشيرت نتاعو الفنية هو باش يحط مجهود واش باش يحط تكيف في خدمته واش باش يحط احترام من مهنته وسيرتين ويزيونا من زعمة زعمة الناس كله اللي تفهم في الون منشو والضحك والدنيا فما افيكاسيتي. جعفر باللي باش يعمل اليوم يقومش حتى نتكربسوا عندك جمهور يزمي روح فرحان. الافيكاسيتي دي تياتر هذاك هو الافيكاسيتي, هكا التنظير على المسرح واللي ديكول هذوكم واحد هو في المكتب ما همش في السيرتين. السيرتين يلزم الفنان تكون عنده حريه يلزم يفهم المجتمع نتاعه وش يحب سيرتو في الضحك اكثر ممنوع. الناس كل يوم تتكلم على الضحك كانوا ينجموا يعملوه القلائل اللي نجموا يعملوه وضحكها اللي يعملوا فيه ثلاثه من الناس اليوم في تونس. ثلاثه اربعه ثلاثه مش اربعه عايش خويا ثلاثه من الناس قلت ثلاثة أربعة ماكسيموم معنا في تونس. خل نكمل لك أنا نحكي متحمل مسؤوليتي. ثلاثة من الناس اليوم عندها جمهورها نحكي على الانديدي يعني هما اللي يعملوا في الوان منشو جعفر وجيها ولطفي العبدلي وجيها أكا هاو شكون وجيها جعفر لطفي العبدلي وذوما كي يجي شوفوا تبع تاريخهم ناس أولاد المسرح وناس تمكنت من آلة الممثل تمكنت من آلة الركح ودمرت على السين ودمرت التاجات ودمرت خدمة وعندهم رؤية زيادة مسرحية وعندهم رؤية يعني كبيرة ياسر مش كلي تحطوا يعطي نكتين معناها زيادة ناس تفهم في الدراما وخدمة الدراما وغدوة ينجم يعمل مسرحية درامية والتقى. هذا مهم إنه الحفنانين اليوم ولا الناس تحكي علينا تفهموا ما نجدي فلومين طلعوا ضامرين نحن لا ما فهمنا حتى شيء ربي لطفي نحب ما نجد ضامرين نحن رأوا نحن فنانين صحيح. انا جيست حبيت نقول لطفي قلت في حسام الساحلي برسمك داخل فيها كيك انا حبيت نسلم عليك بالتليفون صاحبي دخلني انا الساعه اللي نعملوا ما نشوف لاني ضامر انت عندك لاكس تخلط على مساط عندي يعني. لاكس هي لاكس هذاك قوه عجيبه انت ودالي دمك خويا عندكم لاكس هذاك دالي دمك نجم تعوضوا صابر الرباعي الله يختار بالله
يا الله على انا جيت حبيت تقول لطفي معناتها ثم حاجه مو مخطره شويه في البلاد هذه مخطره على الاخر مش شوي. انا عرضنا لطفي في فرنسا كتذكر في الوقت اللي خرجنا لفرنسا وعرضنا تشوف اللي كونوا غادي تقريبا مئات من الناس اللي يعملوا في الوان مانشو فهمتني. ما تمش على مستوى الاعلام مثلا ما تمش مقارنات لانه لطفي او بصمه لطفي او حياه لطفي او عيشه لطفي او نظره لطفي للمساله مختلفه تماما على نظرتي انا. وكيفاش تحب تكون نظرتي انا للحياه كيكا نظره وجهها مستحيل انها تكون نظرتي انا ولا نظره لطفي. معناته كل واحد عنده اختياراته وآراءه وكل واحد عنده جمهوره وهذايا بالنسبه لي انا مهم ياسر في البلاد هذه نقطه الستر. ولا واضحه الفكره هذه. لطفي العبدلي ميرسي بوكو خذيناك بالتليفون. ميرسي لطفي مني تكون بحذانا. ميرسي بابا ربي يفضلك. بون شانس اليوم انت زاد اخويا مربوحه مربوحه بون شانس لطفي. ميرسي بوكو يعطيك الصحة كنت معنا بالتليفون. نرجع لك جعفر على حكاية الشانس كنا نحكي وخذينا لطفي في نفس السياق هذا حكاية اللي مش زهر الحكاية مش زهر خدمة لا لا خدمة برش عباد يعتقدوا الحكاية بسيطة الحكاية سهلة يقول لك أبريتو شنية هي معنا مش يطلع في سيغسين ساعة ونص ولا ساعتين حسين يحز في نفسي تعرف برش يستسهلوا لأنه ثم النكت اليوم ومنسوب الضمار زاد عند التوانسة سهل. حسين عندي برشا كلام نحب نقوله ما نجمش نتعب ياسر من التقزيم. يا ودي نعطيه الاشياء حقها. انسان نجح سيكو نجح. نتقلق على الاخر على الاخر على الاخر. انسان عامل دي كومبلي بارتو قول اللي هو عامل كومبلي بارتو فهمني ولا انسان عنده جمهور وتجيب ال 10,000 متفرج ما هيش فادلك راهو اليوم في اللحظات هذه وفي الظرفيه هذه. انسان يشعر في الجماهير يضحك في الناس مجهود رد بالك راهو علاج. واسافوار هو مثلا ريتو مثلا طول لطفي اسافوار حالته الصحيه شنيه وحالته النفسيه شنيه وحالته الاجتماعيه شنيه وفاش يفكر وشنيه مشاكله وشنيه مشاغله واجبه هذا يا خويا باش تو كي نقارنوا مثلا الممثل بالامن ولا بالجندي ولا بالاعلامي ولا كذا حتى واحد ما هو عامل مزيه على بلاده ابريتو نخلصوا فهمتني. ما نجزع ما نخدموا مجانا وكذا لا هذه خدمتنا وسلم قرايتنا وسلم خدمتنا وسلم ذراعنا وحد ما عمل المزية هذا باش يكونوا واضحين. ثم حسد في الميدان كهو حسد يا اخي ثم حفران تقري قران حسين قاري اي كهو شو نزيدك ثم حفران في تونس حفران ثم حفران والحفران الحفران خفيفي حفران وثم الحفران فهمت وثم النية المبيتة وكذا. ولكن سأستعمل الآن ولا سمحني لهنا ناحية الطبيخ خاطر باش نحكي على أمي مرة أخرى مش ناحية الطبيخ سامحني أمي تعرف تقول؟ تقول والله اللي على غير الله لا يربح. عليها الكلمة سمعتني حسين؟ اللي يصفي النية واللي هذيك حد نيته أنا والله هذيك حد نيتي ممن على الأخر نخدم على روحي مسكر وذني ونحب ننجح وما زلت باش ننجح روا ولن أفشل بحول الله لن أفشل وحد ما يقدر لي على شيء لن أفشل بحول الله دا كوردو. أما اللي على غير الله تودي توش هاي الدنيا راهي توري. رجع للتابي صحيح في الموجز محليها بالحق محليها الجملة تلخص كل شيء هذول تلخص قريت شنو قدام ثقافة الأم وإحساس الأم وحس الأم ثقافة شنو ثقافة مهمة كذا لكن ميمتك فهمني تبدا صافي مع عائلتك وصافي مع روحك ومرضي ضميرك وعامل باهي ما تمش علاش نعمل في حاجه نحبها على الاخر نحبهم الناس اللي ماشي لهم انا تو نحبهم ياسر ما نعرفهمش خالتك شاديه حكيت لك عليها نحبها على الاخر راهي قصه تسكر وجايتني وقاعده قبل الوقت بساعه وتدز في الواحد ترقد مرتاح جعفر في الليل نشخر. ما ظلمتش حتى واحد في حياتك؟ ظلمت شو عملت اللي ظلمته؟ اللي ظلمته شنو عملت؟ طلبت الاعتذار براكيتو شو عملنا بالحق بلاك نطلب الاعتذار على الاخر على الاخر على الاخر على الاخر. قول لك حاجه انا ساعات نبدا انا مظلوم صدقني يا حسين انت قريت معايا وتعرف انا ساعات نبدا مظلوم صدقني اللي يسمعوا فينا ما قراوش معاك يعرف يا طيب اللي يقرا معنا والله بالحق انا نطلب السماح ديما حتى لو كان انا مظلوم لانه الدنيا هذه بالنسبه لي انا ما دايما لحد رمشه عين تدريش عليه والانسان عنده مده صلوحيه فهمتني؟ تو متعارك انت واحد مثلا تو يسمعوا فيا ناس اكيد راهم ثم زوز متنابزين تو في كرافه فاش قام؟ تمتعوا باللحظه برسم ميمتكم فاش قام؟ حتى لو كان هو غلط ولا هي غلطه ولا اخوك غلط ولا صاحبك غلط ولا جارك غلط صلي على النبي
يودي يتمتع باللحظه تو فرضا. انا متاكد زاد اللي ثم الناس تو ماشيين المسرح ولا القهوه ولا ماشيين مش يسهروا ولا ماشيين عندهم حفله ولا عندهم تور وهم في الكهرباء ماشيين تو في الكهرباء وكذا وصارت نبذه بيناتهم هي كهوة هي كهوة قصة نزاع ونعرف تو المسيو هما تو المرأة وراجل أيه. نعرف تو المسيو عايز بيه شوية باش يطلب السماح أيه. برجولي ما تطلبش السماح طلع تيك تكنيك قص طبي سماح أنت مرة هاتي تلف الدوب ما تتبسم لها وكهو أيه. سرق سرقك باهي مش لازم تتبسم زفر عملك تضيف من اللي انت طلبت السماح وانت زاد ارخ في شوية خويتي ما فهمت فازة انت زاد هني على روحك ترى جربها زفر ولا حك عينك لو كان انت ما نجمتش رد بالك من الكهرباء اللي قدامك رد بالك مش عينيك الزوز مش عينيك الزوز عين واحده خويا حك عين فهمتني ولا زعما برجوليه سامحني ما صدقت لما راني غلط ما صدقت فهمتني ولا هذه التكنيك هذه التكنيك هي خويا عليه سهله عليه خويا العشاية برد فهمتني ولا صفوار هو باش يصرف الليله وباش يرميه باص في الحنه نتاع العرس حنة أسامة رجع الطبيب بابا رجع الطبيب رجعنا موجود ولا احنا بعد الاخبار راجعين معك جعفر مش نكملوا معك حتى الثمانية متاع الليل ضيفنا اليوم جعفر القاسمي نحكيوا على عرض اليوم في جرومباليا عرض استثنائي عرض ثاني في مهرجان عيد العنب بجرومباليا نسمعوا اسمها المنور وراجعين بعد شوية كابا فان الكلمة ليك